سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. نصر 6 أكتوبر يعد أهم انتصارات العروبة في العصر الحديث، والتي أعادت لأمتنا العربية هيبتها وحطمت أسطورة العدو الذي ظن أنه لا يقهر. نتحدث عن أهم العمليات العسكرية التي قامت بها قواتنا المسلحة في معركة النصر العظيم، والتي أصبحت منهجاً عسكرياً يدرسه العالم حتى الآن. معركة الفردان. وقعت أحداث المعركة في 8 أكتوبر من عام 1973، حيث قام العميد حسن أبو سعدة قائد الفرقة الثانية مشاب الجيش الثاني بصد الهجوم الذي قام به لواء 190 مدرع الإسرائيلي، حيث استطاع الجيش المصري تدمير كافة دباباته وأسرى قائد إحدى كتائب اللواء وهو العقيد عساف ياجوري. وفي خضم المعركة اندفعت الدبابات الإسرائيلية لاختراق مواقع الجيش المصري في اتجاه كوبري الفردان بغرض الوصول إلى خط القناة، وكلما تقدمت الدبابات الإسرائيلية ازداد أمل أدان قائد الفرقة التي يتبعها لواء نتكا 190 مدرع في النجاح. كانت المفاجأة أن الدبابات المعادية كان يتم تدميرها بمعدل سريع بنيران الدبابات المصرية والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية. قال عنها الجنرال أدان قائد القوة الإسرائيلية في كتابه على ضفتي قناة السويس: كانت أكبر أخطائي هو هجومي في اتجاه القناة، لم يكن أمامي مفر من ضغطهم سوى أن أستجيب. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو دليلا، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. تحيا مصر وتحيا قوتنا المسلحة.